نقاط بيع في عدة أماكن بالعاصمة، إجراء سريع اعتمدته وزارة الفلاحة للقضاء على المضاربة في المنتجات الفلاحية. العينة مادة البطاطا التي تشهد ندرة وارتفاعا غير مسبوق في أسعارها. كانت عندي توجيهات السيد الوزير الفلاحة، أعطى كل ولايات المديرين تاع الفلاحة باش حلوا يبيعوا نقطة بيع البطاطا الموجودة على مستوى كل وطن، سمعت؟ والسومة يعني راها يعني 50 دينار، بديناها اليوم، بدينا هذا البداية تاع الستوكاج، عندنا حوالي قريب اللي مستوكيا يعني قانونيا قريب 80,000 طن، واليوم تقريبا نقول لكم قريب 100 نقطة بيع على مستوى وطني اللي راها يعني قلعت في التوزيع تاع البطاطا خاصة ديريكتومون للمستهلكين. بعض المواطنين ممن التقيناهم استحسنوا المبادرة، خاصة وأن السعر حدد بخمسون دينارا للكيلوغرام الواحد. سمعنا كاين بطاطا 5000، جينا نديو راي في المارشي 12000 14000، ما تقدرش كيفاش دي زوج كيلو 25000، ما كاش بطاطا تكونسوم، رانا جينا نديو 5000 ويعطيهم صحة هادو اللي جابونا. هي عفسة مليحة اللي داروها باش ينقصوا الأزمة وكاع، نورمالمون شغل ما نلحقوش لهنا. شغل كيما راهم الناس هكذا وزيد رانا اليوم الشتاء وكاع، شغل مرميده بطاطا تكون هكذا في كاع لي مارشي. هي لفتة لاقت استحسان العديد من العائلات الجزائرية في وقت تجرد فيه بعض التجار المضاربين من إنسانيتهم.